هو انا كنت بسمع الحوار دلوقتي والموضوع ليه ابعاد كتير جدا. هو اولا مش هيحصل ريستريكشن على موضوع الاتصالات زي ما قال الدكتور عمرو، لا موضوع الاتصالات ده افتتح. احنا يعني احنا دلوقتي في الجيل الرابع من الاتصالات اللي هي التكنولوجيا الجيل الرابع. في تكنولوجيا الجيل الخامس الموضوع هيبقى مفتوح اكتر من كده كمان. يعني احنا بدانا الجيل الرابع وابتدى الموضوع يتفتح اهو، ابتدى زي ما قلت حضرتك يبقى معاك البرنامج تكلمي اوروبا امريكا اي وقت مجانا وفري من غير فلوس. الكلام ده مش هيحصل عليه ريستريكشن لان دي تكنولوجيا ابتدت تشتغل على الانترنت. يعني ايه التكنولوجيا دي؟ ايه هتشوش على الاتصال؟ لا مش هتشوش. امال هتعمل ايه؟ بصي هو حضرتك ايه؟ التكنولوجيا دي عباره عن ايه؟ حضرتك بتنزلي برنامج من على الانترنت. تمام. لاي شركه اتصالات في اي دوله في العالم. تمام. دلوقتي العالم كله قريه صغيره. جميل. فتيجي شركه الاتصالات دي بتديك البرنامج بتاعها، حضرتك بتنزليه. وانت بتنزليه البعد الامني في الموضوع هنا ايه؟ ان انت وانت بتنزلي البرنامج من على النت بيقول لك انك عشان يعمل لك اكسبتنس للبرنامج ده ان هو هيعمل شير لكل الداتا اللي معاك على صحيح الموبايل. صحيح صحيح، وده عارفينه انه لازم يبقى مستخدم لهذه الطرق في الاتصال بيبقى عارف كويس قوي انه معلوماته مكشوفه. الاتصالات الكونتاكت بتاعته المعلومات الموجوده أيوه عنده أيوه معروف. لكن في النهايه الناس اللي بتكلم زويها او يعني بيتعاملوا كده ما هواش لا, لا لا معاملات امنيه ولا مخابراتيه ولا شغل يعني على كبير، ما بيهمهمش. يقول لك في النهايه ايه ما عنديش سر، يعني عرفوا ايه ان انا عندي ابن في حته فلانيه سني كذا. انا فاهمه حضرتك في دي، لكن هنا المقصود بهذا الامر هل تعتقد الموضوع ارضاء لا جماعة بتوع شركات الاتصال ولا في خطورة على بس موضوع ان يعمل ريستريكشن على النظام ده من الاتصالات مش هيقدر لان التكنولوجيا دي اعلى من ان يعمل عليها ريستريكشن من مصر. يعني هم نفسهم الحكومة مش تقدر لا الا في حالة واحدة بس انها تقفل الجيت المصرية وده وضع تاني خالص وده بيحصل في دول معينة زي كوريا الشمالية والصين هم بيعملوا قفل التكنولوجيا دي لان هم مش عايزين حد يدخل على الشبكة بتاعتهم. اوكي انا بشكرك. انما عندنا في مصر صعب انهم يعملوا كده والدكتور عمرو عارف كده كويس وعارف ان الوضع ده وضع غلط وان احنا عشان نعدله مش هنعدله لصالح الشركات المصريه، لا ده ليه وضع تاني وتعديل بطريقه تانيه غير الطرق اللي هم بيتكلموا فيها. بشكرك شكرا جزيلا استاذ احمد الزواوي، ويعني انا حبينا